ما يحدث في سوريا على سيناريوهات 2015. اليوم نحن في عام 2024، هناك تغيرات كثيرة، هناك اختلاف بوجهات النظر الإيرانية السورية الروسية. روسيا حاولت منذ بداية طوفان الأقصى فتح طريق وإبعاد بشار الأسد ونظامه عن الدخول في هذه الصراعات، فتحت له الطريق للتطبيع مع الدول العربية الذي يستنجد بها اليوم، حاولت وضغطت على بشار الأسد للتطبيع مع تركيا، لكن هذه الأمور لم تنجح، وبالتالي اليوم الوضع يختلف. لا مسار لأستانا، لأن أستانا بعد 7 سنوات لم يحقق أي نصر يمكن لروسيا نصرا سياسيا أن تستثمره في سوريا. هي حققت في 2018 نصرا عسكريا، لكنها فشلت في تحقيق نصرا سياسيا، وهي تعلم بأن سوريا تحت قبضة الميليشيات الإيرانية والحرس الثوري. ومن هنا نقطة مهمة، لأن فتح الملف السوري اليوم كان لتحريك الوضع الداخلي الذي لا يمكن الاستئثار به من قبل بشار الأسد. لذلك هناك 3 نقاط استغلتها المعارضة بعملية هجومها، وهي النقطة الأولى الوضع الداخلي، الوضع الضربة التي تلقتها إيران. دكتور خالد، أنا أسف أني أقاطعك، بس في صور الآن تأتي آثار الضربات الجوية على حلب. إذن هذه آثار الضربات الجوية على حلب، على ما يبدو هذه الحملة التي تحدث عنها الجيش السوري بأن هناك رد معاكس سيكون، لأن الجيش السوري دفع بتعزيزات كبيرة أيضا إلى ريف حماة الشمالية. يعني أعتقد قبل أن تعلق، فقط أريد أن أشير إلى بعض العواجل المرتبطة بهذه الصور. كانت هناك هيئة تحرير الشام كانت حذرت مسلحيها من الغارات المكثفة على إدلب وريف حماة، والفصائل هذه تقول أيضا إنها تتقدم في حلب وريفها. إذن أيضا قبل قليل هيئة تحرير الشام والفصائل تعلن السيطرة على المدينة الصناعية في الشيخ نجار في حلب، وهناك غارات متواصلة على إدلب يعتقد أنها سورية وروسية، وتقارير أيضا تحدثت عن سقوط قتلى. إذن هذه أثار الغارات على إدلب صباح اليوم. إذن الغارات المتواصلة على إدلب التي نشاهد، يعني نشاهد طبعا ما أثارها حتى الآن في المدينة، هي يعتقد بأنها غارات سورية وروسية، والتقارير تتحدث عن سقوط قتلى. طيب، بالعودة إلى ما كنا نتحدث عنه دكتور خالد، يعني الآن هناك تقدم من فصيل تحرير الشام وبعض الفصائل من إدلب اتجهت إلى حلب، ولكن تتمركز الآن الغارات كما نشاهد الآن في هذه الصور على إدلب. يعني لماذا كان هناك انتظار إلى أن تتحرك إلى منطقة أخرى ثم يتم القضاء عليها؟ يعني هو اليوم يحاول النظام السوري مع الوجود العسكري امتصاص عملية التقدم وإعاقة تقدم القوات العسكرية المعارضة السورية، لكن على ما يبدو أن هذا الامتصاص تأخر جدا، وهو لن يستطيع تحقيق إنجازات بواسطة هذه الضربات طالما أن هناك سقوط واضح للمدن السورية والمناطق. ويجب أن نعلم جيدا هذه الضربات التي تقوم بها روسيا هي ضربات لحفظ ماء الوجه، ولكي تكون أنها تحافظ على وجودها من ناحية، من ناحية تانية أن هي لا تستطيع أن تفعل أكثر من ضربات معينة، ولا تستطيع ممارسة 2015 في عمليات ضرب مبرح، لأن كل قواتها وقدراتها متواجدة في روسيا. موضوع يعني أوكرانيا،
موضوع أوكرانيا. نعم. طيب دكتور خالد، أنا أسفة أني بقاطعك، بس الصور تفرض الواقع الآن، أعتذر منك شديد الاعتذار. يعني الآن نحن نقف على هذه الصور، فصائل موالية لتركيا تقول إنها سيطرت على مدينة السفيرة في ريف حلب الشرقي. إذن هذه الفصائل الموالية لتركيا تسيطر على مدينة السفيرة في ريف حلب الشرقي. إذا كنت حضرتك طبعا تشاهد معنا هذه الصور و هذه التحركات السريعة التي تأتي لهذه الفصائل وتتنقل من إدلب حلب حما، يعني نحن أمام نقطة مميزة في عملية السقوط المذري لقوات النظام، وربما هنا النظام يسحب قواته، وبالتالي تبقى الميليشيات، وهنا بيت القصيد هو تصفية هذه الميليشيات وإبعادها عن سوريا. وهنا لابد من الإشارة بأن هذه نعم تفضل بأن هذا يعني الصوت كتير مزعج في عملية بأن هذه الميليشيات الذي يجب إبعادها، هناك ملل فعلي من داخل المناطق التي يتم تحريرها، وهنا يعني ترحيب كامل بهؤلاء القادمون والانخراط معهم، وهذا يدل على أن الناس هي ترحب بالقادمين للتخلص من التنكيل وسيطرة الميليشيات والمخابرات السورية. وهذا السقوط إذا استطاع التمدد نحو حما، سنرى في المقابل وما شاهدناه البارح الاعتراضات العسكرية التي يعني حصلت في تبليسي، اليوم في أنخل، في درعا، ويعني مناطق أخرى. يعني نحن أمام حالة جديدة، وهذا ما عبرت عنه يعني الخارجية الروسية، أن المعركة باتت فوق قدرة الأسد، وهذا يعني بأن العملية التي فتحت حتى إذا كانت بواسطة تركيا وباتفاق روسي أصبحت خارج قدرات هذه الدول، لأنه اليوم مطلوب تحديدا هو قطع الطريق البري على إيران وميليشياتها، وهذا قطع الطريق لم يكن فقط من لبنان وإنما من صوب العراق. إذن نحن أمام تغير جديد للمشهد، هناك البيئة الحاضنة للأسد هي في حالة غير راضية على ما كان وما يعني كان يمارسه النظام، هي لن تقاتل معه كما قاتلت في البداية دفاعا عن وجودها. اليوم هؤلاء يعودون إلى بيوتهم الفارغة الذي أسكن بها الزينبيون والفاطميون وعناصر حزب الله، هم يأتون من مناطق النزوح والإيواء في المخيمات، وبالتالي هذا يعطي أكثر ثقة للناس بأنها ستستعيد مناطقها. حلب خسارتها كبيرة ليست على النظام وعلى الأحزاب الميليشية لأنها أصبحت إمبراطورية فارسية، إنما هي الخسارة الفعلية على روسيا التي دخلت في أيامها وهجرت ومنعت تمدد الجيش الحر، وبالتالي سقطت يعني حلب الشرقية. اليوم أتوا هؤلاء ليس من حلب الشرقية بل أتوا على مناطق حلب الغربية. نعم شكرا، انتهت الساعة. شكرا جزيلا من بيروت أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خالد العزي.